محافظ على أفكارك، محافظة على مشاعرك، وردي حتكوني محافظة على طاقتك. وأصلاً أنت ما حتكوني عم تروحي على أماكن أو عم تجلس بأشخاص لحياتك إلا ما هن عم يكونوا من نفس التردد تبعك ونفس الطاقة تبعك. يعني طول ما أنت عم تشتغلي أصلاً على نفسك، طول ما عم تشتغلي على طاقتك، عم تعلي طاقتك، وردي أنت حتروحي على الأماكن اللي بتكون طاقتها عالية، حتجلس بلحياتك أشخاص طاقتها عالية، والعكس صحيح. وبالتالي ما في شيء انه يعني اماكن هي تتحكم فينا قد ما نحن نتحكم بالاماكن، الا اذا كانت مثلا يعني اماكن اوريدي هي اصلا فيها طاقه معينه، مثل المقابر، مثل المستشفيات، في لهم طاقه خاصه فيهم. هون نحن ممكن كاستشاري بطاقه مكان ممكن نعمل يعني خطوات معينه بحيث نفصل التفاعل بين الشخص وبين هذا المكان، او هو ما يتفاعل مع الطاقة السلبية الموجودة بهذا المكان بشكل منيح يعني.